عليه وسلم وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد عليه كل صلاة سقط عليك الخلائق والبشر، وعلى الحسنة سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وحيدر صلاة تمشينا بها من كل بلية وخطر، صلاة تنهانا بها عليك الشاهد المكرم. بهم الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا واهب الإنسان أسباب الهدى، ويا من برحمته على العالمين تفردا، لعند بابك دعوة فيها الرجاء، أحشر أحبتي تحت عرشك سجدا، واسقهم شربة من حوض النبي محمدا، شربة لا نظمأ بعدها أبدا. في بداية هذه الكلمة وباختصار أشكر الأستاذ عمران على هذه الجولة البسيطة التي جال بنا للتعرف على العطرة النبوية الشريفة، وما قاله وما قاله من قبل فهو قليل في حق العطرة النبوية الشريفة. باختصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث بهذه الرسالة، هذه الرسالة السمعاء، لم يطلب من الأمة مكافأة مالا أو ذهبا أو فضة على تبليغه لهذه الرسالة، بل سأل منا المحبة والتقدير لآل بيته. شرط في الإيمان حب المصطفى، وحب آل بيته الشرفاء، ومن يجعل لأحد منهم وفاء له يجازي المصطفى يوم الوفاء. وقال آخر: رأيت ولا آل فريضة على رغم أهل البعد يورثون القربى، فما طلب المبعوث أجرا على الهدى، ولكن أرجى المودة في القربى. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وباختصار أشكر العطرة الشريفة وسكان قصر الأشراف الذي من زاره لا يخاف، أشكر العطرة النبوية الشريفة آل سي عبد الرحمن سيد الشرف الشرفاء على إعادة هذه المناسبة التي تعودوا تكرارها كل سنتين، وستبقى إن شاء الله إلى يوم أن يرد الله الأرض ومن عليها. كانت على شرف القرآن الكريم، والقرآن الكريم جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرفت أمة سيدنا محمد بالقرآن الكريم، وشرفت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد شرف جبريل على الملائكة بنزول القرآن، وشرفت ليلة القدر على الليالي بنزول القرآن. وهكذا يكون الشرف لأهل القرآن الكريم في كل زمان ومكان. فهذا الإكرام على شرف القرآن الكريم، والقرآن الكريم حتى في نزوله اختار الله تبارك وتعالى له أربعة أشياء لم تكن في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور إلا في القرآن الكريم. اختار الله لنزول القرآن الكريم الزمان والمكان والإنسان واللسان. اختار له الزمان في رمضان، والمكان كان يتراوح نزول هذه الرسالة المحمدية بين مكة والمدينة، أرض حفتها ملائكة الرحمة، أرض مشت فيها أقدام الرسل والأنبياء من قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اختار له الزمان في رمضان، المكان كان يتراوح حسب الأحداث والوقائع بين مكة والمدينة. واختار له كذلك الإنسان، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واختار له كذلك الإنسان العربي،
فانتم احباب الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام. الرسول عليه الصلاه والسلام حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام فيما يرى حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم شجره واقصابها ذريته واقصابها واوراقها انتم احباب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان المؤمن يحشر يوم القيامه مع من احب. اللهم لا تقطع لنا يا ربي صله من رسولك الكريم ولا من احبابه ولا من مريده، وارزقنا شفاعته اليوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.